يا فولاذ، احكي لي باسم قصة الريش. إن عادت الريش لدينا تنحدر من مصر. كانوا يغمسون ريش البلشون في دماء المستهدفين. إنها تشق طريقنا، تذكرنا بما نحن عليه وما يمكن أن نصير إليه. هيمن التنظيم على رجال وبلادهم لقرون. أهجم سريعاً وأنهي الأمر. ستكتم أسئلتك وتلبي دون تذمر. من تكون لتخبرك متى تهجم؟ كل ما تفعله هو في صالح المستترين. ذلك نوع غريب من الحرية. لست أول من يسير في الظلال محطماً. صب ألمك في الأخوية. ما نحن إلا رسل العدل، ولسنا من يقرر الحكم في النهاية. لكنه لا يعلم ما يكون. ألم تتساءل عن طبيعتك؟